سوف ننشئه عندنا، فهو هيئة استشارية يكون فيها كل القطاعات، ترصد حالات الانحراف المذهبي وحالات التطرف الديني في المجتمع في كل وسائط وفي كل الفضاءات، تحللها وتقترح حلولا منها، لعلها تقترح حجب هذه المواقع، لعلها تقترح الرقابة الإلكترونية للمواقع. لست أدري إلى أين ستصل، ولكن التشاور يسمح لنا بتحصين المجتمع خارج فضاء المسجد وخارج فضاء المدرسة وخارج فضاء الجامعة، لأن هناك فضاء آخر ينبغي أن نهتم به. ثورة وعظية ستقودها المؤسسة المسجدية في الجزائر ضد كل مظاهر الانحراف والرذيلة والإباحية والمعتدين على المرجعية الدينية ومن منابر بيت الله. هو سيف الحجاج الذي أشهره المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية على أعداء الله والعباد والبلاد، إذ كشف عن التوجه نحو استحداث مرصد خاص يجند لحماية الوحدة الدينية والوطنية والنشأة، غير مستبعد أن يقضي بحجب المواقع المشبوهة التي قال أنها عدو مبثوث في الوسائط التكنولوجية. وكشف محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية عن عكف لجنة خاصة بإعادة النظر في القرض الحسن الذي من المتوقع أن يصبح تابعا لمؤسسة الوقف بدل الزكاة. القرض الحسن كمصطلح وكثقافة دينية هناك لجنة تعكف الآن على التفكير فيه، نحن نراجعه تماما، لعلنا لن نتركه في صندوق الزكاة، لعلنا ننقله إلى صندوق الأوقاف. صندوق الأوقاف هو الذي مؤهل بالصفة وبالتعريف إلى أن يتفاعل في هذا المجال الاستثماري. بدأنا في إنشاء استثمارات وقفية تعتمد على شركات ذات أسهم، تاكسي وقف في الجزائر العاصمة هي شركة ذات أسهم. كما زف الوزير تطمينات للآئمة منوها بمطالبهم المشروعة والذي سيتم التكفل بها وعلى رأسها القانون الأساسي الذي قال أنه يتعلق بالجهاز التنفيذي وليس بقطاعه فقط، بالموازاة مع دعوته لشركائه من أجل استحضار الواقع الاقتصادي الوطني فيما تعلق بمطلب الأنظمة التعويضية. محمد عيسى كشف أيضا عن تنظيم ملتقى دولي عن الإسلام نهاية شهر مايو الجاري وعن مؤتمر آخر بفرنسا بهدف إجهاض المساعي الرامية إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وذلك بمشاركة عديد الهيئات الدينية على غرار الأزهر والمجمع الفقهي الإسلامي.